الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام في سورة إبراهيم التي تذكر العواقب الحميدة لأهل الإيمان وما يكون لهم من أمور جميلة في دنياهم وما ينتظرهم من ثواب جزيل في أخراهم. نتذكر في هذا قوله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا سنة الله جارية بنصر أوليائه المؤمنين وجعل العاقبة الحميدة لهم وإيقاع العقوبات الشديدة على أعدائه المخالفين لشرعه. ومن ذلك قصة إبراهيم عليه السلام، نبي الله بعثه الله موحدا يرشد الخلق إلى أعظم مطلوب، ألا وهو توحيد رب العالمين، فنفره قومه وتمالأوا عليه حتى مكروا به المكر الشديد وأرادوا أن يقذفوه في النار، فأنجاه الله عز وجل من مكرهم وجعل له هذا البيت الذي نتعبد الله جل وعلا في أنحائه ليبقى شامخا باقيا إلى قيام الساعة. وأورثه الله جل وعلا الخيرات العظيمة، فبيت الله الذي بناه إبراهيم لا يزال آمناً فيه الثمرات تجبى إليه من كل مكان، ليرشد الله عز وجل العباد أن العاقبة الحميدة تكون لأهل الإيمان. فلعلنا نقرأ هذه الآيات التي في سورة إبراهيم تتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام وكيف كانت العاقبة له ولذريته من بعده، فلنستمع لهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يذكر الله عز وجل بقصة إبراهيم عليه السلام، ذلكم النبي الموحد إمام الحنفاء دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة
وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، وبين لقومه أن هذه الأصنام لا تنفعهم شيئا ولا تضرهم، وأنها لا تملك من الأمر شيئا، ومن كان كذلك فلا يستحق أن يعبد، بل إنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. فما كان من قومه إلا التكذيب والمكر من أجل إلقائه في النار، فأنجاه الله عز وجل منها بعد أن ألقوه فيها، حيث قال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله من مكرهم. ثم إن الله عز وجل قد جعل ذكره باقيا إلى يوم القيامة، فجميع أهل الأديان يقرون لإبراهيم وينتسبون إليه كما، ولذا نفى الله جل وعلا حجة أولئك الذين زعموا أن إبراهيم من اليهود أو النصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعقبه الله عز وجل أن جعله يبني هذا البيت الذي يبقى إلى يوم القيامة شامخا ذكره، يريد الناس إليه من مشارق الأرض ومن مغاربها ومن كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ودعا إبراهيم عليه السلام هذه الدعوات المباركات التي لا نزال نجد أثرها إلى يومنا هذا، مما يرغبك في أن تكون من أهل الدعاء لتنفع نفسك في آخرتك وفي دنياك. دعا بالأمن لهذا البلد، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا. في هذه السورة، سورة إبراهيم، قال البلد معرفا، وفي سورة البقرة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. والسبب في هذا أن تلك الدعوة كانت قبل بناء الكعبة، ولذا قال بعدها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهنا قد بني البيت، ولذا عرف البلد وجعله بلدا، مع أن هذه المنطقة كانت أرضا جرداء، وكانت مجرد جبال لا ماء فيها ولا شجرة ولا زرع، ليعرف بأن هذا الموطن سيكون بلادا يفد الناس إليه. وفي هذه ودعا ربه أيضا أن يجنب هو وذريته عبادة الأصنام، وذلك أن البلاد كما تحتاج إلى أمن ورخاء فيها، تحتاج النفوس إلى توحيد الله عز وجل وعدم صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه. وفي هذا دلالة على ارتباط الأمن بالتوحيد، كما قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي هذه الآيات أن العبد يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل. وقوله: ربي إنهن، يعني الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. الأصنام ليس منها مقالة ولا فعل، ولكن الناس هم الذين ينخدعون بها، فيسول لهم الشيطان
تعظيما لهذه الأصنام فيعبدونها من دون الله جل وعلا، ولكن لما كانت هي السبب نسب الفعل إليها. وقوله فمن تبعني أي من أي أن إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه قال من سار على طريقتي في التوحيد فأفرد الله بعبادته فإنني أواليه وأثبت العلاقة بيني وبينه، ولذا قال فإنه مني أي أنني أجعله أجعل نفسي وأجعله جزءا مني حتى يكون من أولياء الله جل وعلا. ثم قال ومن عصاني، ولم يقل هنا ومن عصى الله، لأن دعوة إبراهيم بالتوحيد، ولأنه لم يرد أن ينزل مقامتها وأن ينزل مكانة هؤلاء العصاة، فنسب المعصية لنفسه لا لله عز وجل، ولأنه أراد أن يأتي بالمقارنة والمقابلة في قوله فمن تبعني، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كأنه دعا الله عز وجل له أن يوفق للتوبة وأن يعود إلى الله جل وعلا، وأن يهيئ الله له من الأسباب ما يجعله من أهل التوحيد والطاعة. ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما جاء إبراهيم إلى النمرود وطلب النمرود أن يؤتى إليه بامرأة إبراهيم سارة، هم الطاغوت بها فدعت الله عز وجل، وكلما أراد أن يمد يديه إليها كف الله يديه وأشلها، فأمر بإبعادها منه وقال إنما أدخلتم علي شيطانا، وأهدى إليها هاجر. فقامت سارة بإهداء هاجر إلى إبراهيم عليه السلام، فتسراها فأتت منه بولده إسماعيل، فأمره الله جل وعلا أن يذهب إلى مكة، وبين له أن هناك بيتا لله عز وجل يقيمه إبراهيم مع ابنه. فجاء إبراهيم يقطع المسافات الطويلة، ليس معه إلا هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، حتى وصل إلى هذا الوادي الذي أنتم فيه، لم يكن فيه سكن، ولم يكن فيه بيوت، ولم يكن فيه زراعة، وإنما هي أرض قاحلة بين جبال كثيرة متعددة. فأنزل هاجر وابنها في هذه المواطن، فولى راجعا إلى الشام، فلحقته هاجر وقالت أين تتركنا يا إبراهيم؟ كيف تتركنا في هذا الوادي ليس به أنيس؟ فلم يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بذلك؟ فالتفت إليها إبراهيم وقال نعم، فقالت إذن لا يضيعنا الله، كلمة تكون قدوة لكل من كان مع الله عز وجل أن الله لن يضيعه. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي، ومن هنا للتبعيض، وذلك أنه علم أنه سيأتيه ابن آخر، فقد جاءت الملائكة إليه يوم ذهابها إلى
إهلاك لو إلى إهلاك قوم لوط، فبشرته بإسحاق، فعلم أن له ابنا آخر سيأتي إليه، ولذا قال هنا: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. والوادي مجرى مياه السيول، فمع أنه واد إلا أنه لا زرع فيه. ثم قال: عند بيتك المحرم، لأن الله عز وجل قد أخبره بأن له بيتا سيقام في هذه المواطن يبنيه هو وابنه إسماعيل. وفي هذا اختيار المواطن الفاضلة التي تكون سببا من أسباب قيام الإنسان بعبودية الله عز وجل، ولو قلت مواردها فإن الله يتكفل بأحوال أوليائه الذين يقيمون شرعه. ثم بين إبراهيم المعنى الذي من أجله جعلهم في هذا الوادي بوحي من عند الله تعالى، فقال: ربنا ليقيموا الصلاة، أي جعلتهم عند هذا البيت من أجل أن يستمروا في عبادتك، ومن أعظم هذه العبادات إقامة الصلاة. ثم دعا ربه بأن يأتي إليهم من يعينهم على أمورهم، فقال: فاجعل أفئدة من الناس. الأفئدة هي القلوب التي يزرع الله فيها محبة المواطن، فدعا أن تتحرك النفوس والقلوب إلى هذه المواطن شوقا إليها، فقال: فاجعل أفئدة من الناس. وقال من الناس على جهة التبعيض، لأن بعض الناس ينفر من هذه المواطن. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحب هذا الموطن فتسارع إلى الوفود إليه وتعود إليه مرة بعد أخرى. وهكذا شأن الناس إلى يومنا هذا، تتعلق قلوبهم بهذه المواطن. قال: وكان من دعوة إبراهيم أن دعا لهم بتيسير أرزاقهم، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي أنه طلب أن تفد إليهم أنواع الثمار التي تكون في العالم. وهكذا نجد ذلك في عصرنا الحاضر بين أعيننا، يفد الناس إلى هذه المواطن من أمكنة بعيدة. ونجد أيضا أن الله جل وعلا قد يسر فيها أنواع المآكل. ثم قال: لعلهم يشكرون، أي لعل إتيان الناس إليهم ووفرة الثمرات والأرزاق عندهم تكون من أسباب قيامهم بشكر الله تعالى، فيعترفون بنعمة الله حيث رزقهم من الثمرات وجعلهم في بلد آمن وعلق القلوب بهم، فأصبحوا يفدون إليهم ثم يصرفون هذه النعم في عبادة الله، فيقيموا شرع الله في هذه المواطن إقامة للصلاة وأداء للعبادات واستقبالا لمن يفد إلى هذه المواطن. وكان من دعوته أن قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي اعترف لله عز وجل بالعلم التام، فهو يعلم ما ظهر من الأمور وبان وبرز، كما يعلم خفايا الأمور التي يخفيها الناس في صدورهم أو لا يطلع عليها أحد من الناس. قيل بأن من المعاني التي في هذه اللفظة ما خافه
ما أخفاه إبراهيم من حزن على فراق هاجر وابنه إسماعيل، وما يعلنه من كلام تكلم به لهم. قال: وما يخفى على الله من شيء، أي أن الله مطلع على خفايا الأمور وأسرارها، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى ويعلم ما تخفيه الصدور. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم عاد بحمد الله والاعتراف له بالجميل ونسبة الفضل له سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله الذي وهب لي، أي أعطاني ورزقني على الكبر، أي بعد أن بلغت سناً عاليا إسماعيل وإسحاق. فنعمة الولد نعمة عظيمة، ثم هذه النعمة إنما جاءت بعد طول وقت وطول انتظار لها، فيكون وقع هذه النعمة على النفس أعظم. ثم إن هؤلاء الذرية قد جعلهم الله من الأنبياء الصالحين، فكانت النعمة بذلك أعظم. ثم هؤلاء سيكونون سبباً لجعل إبراهيم أباً للبشرية وأباً للأنبياء، وبالتالي استشعر إبراهيم فضل الله عليه بنعمة هؤلاء الولد. ثم قال: إن ربي لسميع الدعاء، أي أنه جل وعلا يجيب دعوات الداعين فيحقق لهم ما طلبوه، وهذا من فضل الله جل وعلا. وبالتالي يتذكر الإنسان ما ذكره الله جل وعلا من كونه قد آتاهم من كل ما سألوه. وفي هذا التذكير بأن اسم الله السميع قد يطلق ويراد به مجيب الدعوات، كما أنه يطلق ويراد به من يدرك المسموعات، ويراد به أيضا من ينصر أولياءه المؤمنين بأنواع النصر والفتوحات، فكلها مما يشتمل عليه معنى اسم السميع. ثم دعا ربه أن يجعله مستمرا في إقامة الصلاة، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي مؤديا لها بتمامها على أركانها في أوقاتها لا يضيع علي شيء منها. ثم دعا لذريته فقال: ومن ذريتي، وأدخل لفظة من، وهي للتبعيض، لأن الله عز وجل قد أخبره بأن بعض ذريته لا يسيرون على طريقته، كما قال جل وعلا في سورة البقرة حينما دعا ربه جل وعلا أن يجعله إماما وأن يجعل من ذريته من يكون إماما للناس، فبين الله عز وجل أن دعوة أنه لا ينال عهده الظالمين، كما في قوله جل وعلا: قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ولذا لما دعا بالرزق في هذه المواطن قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أجاب الله دعوته ولم يخص إجابة الدعوة بالمؤمنين، فقال: ومن كفر فأمتعه قليلا
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال ربنا وتقبل دعاء، فيه تأكيد الإنسان على أن تستجاب دعوته. ثم قال رب اغفر لي، أي تجاوز عني وعما يكون مني من سهو وعدم استعمال لجميع الوقت في طاعتك. ولذا فإن المؤمن مهما علت حالته وارتفعت منزلته فإنه محتاج لأن يدعو الله عز وجل بأن يغفر له ما كان من تقصير أو زلل. ثم قال لي ولوالدي. ظاهر هذه اللفظة أنه قالها قبل أن يعلم بكون أبيه لن يؤمن، وكان أبوه لا زال حيا. فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه مات على الشرك لم يعد يستغفر ولا يدعو له بالمغفرة، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم دعا للمؤمنين بأن تغفر ذنوبهم، وخصوصا حينما تكون تلك المغفرة في يوم القيامة، في ذلكم اليوم الذي يحاسب فيه العباد. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة متعددة. فمن أحكام هذه الآيات فضل إبراهيم عليه السلام، وبيان أن الله جل وعلا أنجاه من أعدائه وجعل له العاقبة الحميدة وأسكنه الأرض وأصبحت آثاره باقية في الناس، ودعواته قد استجيب لها بجعل الناس إلى قيام الساعة يفدون إلى هذه المواطن. ومن آثار دعوة إبراهيم عليه السلام أن ييسر سبل زيارة هذا البيت العتيق ليؤدي الناس فيه أنواع العبادة من صلاة وطواف ونسك، ونحن نشاهد ذلك في جميع الأعصار. وفي عصرنا هذا ما هيأ الله عز وجل من الإمكانات التي تجعل الناس يفدون إلى هذه المواطن، من بناء البيت ومن تيسير دخوله ومن تهيئة وفود الناس عليه، مع وجود الكثرة المتكاثرة ممن يفد إلى هذه المواطن. فكان من إجابة دعوة إبراهيم أن هيأ الله جل وعلا هذه الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية في هذه البلاد لتهيئة عبادة الله جل وعلا فيها. وفي هذه الآيات أن هذا البلد يجب على كل واحد من المسلمين أن يسعى إلى جعله آمنا، حتى يكون هذا من أسباب وفود الناس إليه ومن أسباب استمرار إقامة الطاعة فيه، سواء بالتبليغ عن أولئك المجرمين الذين يعتدون على عباد الله أو يسعون في إفساد هذه الأرض أو غيرهم. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يأمن على نفسه من الشرك. فإذا كان إبراهيم أبو الحنفاء صلى الله عليه وسلم يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فحينئذ ليخف كل واحد منا أن يكون من أهل عبادة الأصنام أو أن يكون من أهل الإشراك. وفي هذه الآيات الترغيب في دعاء الإنسان لذريته، كما دعا إبراهيم
لذريته بأن يجنبوا عبادة الأصنام، ودعا الله عز وجل أن يجعلهم مقيمين للصلاة، ودعا الله عز وجل أن يغفر لهم. وفي هذه الآيات أن عبادة الأصنام ستبقى في الناس إلى قيام الساعة، ولذا دعا إبراهيم أن لا يكون من ذريته من يعبد الأصنام. وفي هذه الآيات أن الناس مع ما يكون لديهم من عقول وتفكير إلا أنهم قد ينخدعون بالأمور اليسيرة السهلة أو لا يفكرون فيها. وشاهد هذا ما نجده من عباد الأصنام في وقتنا الحاضر، فإننا نجد أن بعضهم عنده من العقل ما مكنه من أن يدخل في أمهر الآلات وأدقها، وأن يعطي من النتائج ما لا يتوصل له إلا أصحاب العقول الكبيرة. ومع ذلك نجده في آخر يومه يسجد لصنم في حجم كفه أو أقل، يدعوه ويتضرع له ويخضع له ويطلبه حوائجه، مع أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، وأنه يحتاج في تنظيفه إلى من يقوم بذلك. فسبحان من أضل أصحاب هذه العقول. ومن فوائد هذه الآيات وجوب اتباع أهل التوحيد، وفي مقدمتهم إبراهيم عليه السلام، وفي هذا دلالة على أن شرائع الأنبياء السابقين شرائع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخها ويلغي أحكامها. ولذا قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. وفي هذه الآيات وجوب طاعة الأنبياء، وأن ما يرد عن أنبياء الله فهو واجب الطاعة لا يجوز عصيانه، مما يدل على حجية السنة ووجوب العمل بها. وفي هذه الآيات أن المؤمن ينبغي به أن يدعو لعباد الله بالهداية والصلاح ولو كانوا من المعرضين المخالفين لشرع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أمور الدنيا ليست مبنية على الآراء والاجتهادات المجردة، وكم من سبب قليل يجعل الله عز وجل له الآثار العظيمة والنتائج الكبيرة. فبناء هذه المدينة التي تعيشون فيها كان أوله نزول هاجر وابنها إسماعيل في هذه المواطن. فلو حدث أحد بما وصلت إليه هذه المدينة مكة المكرمة وما كان فيها في عصرنا من البنيان الكثير المعالي وما فيها من أنواع النعم والخيرات وما امتد إليه عمرانها وما وجد فيها من الآلات وأنواع الإمكانات والموارد وما فيها من التجارات، لم يخطر ولا واحد في المئة في عقول أهل ذلك الزمان. وفي هذه الآيات من الثمرات من الفوائد أن هذا البلد بلد مبارك إلى قيام الساعة بفضل الله جل وعلا، ثم بدعوة إبراهيم عليه السلام، وفيها أن البركة فيها، فيرخص الله أسعارها ويوفر سلعها ويجعل للناس من الإمكانات
والقدرة ما يتمكنون به من أن يقطفوا ثمرات ما في الدنيا. وفي هذه الآيات من الفوائد أنه يستحب للإنسان أن يختار لسكناه قرب مواطن الطاعات، ليكون هذا من أسباب قيامه بطاعة الله، ومن أسباب مشاهدة ذريته للطاعة فيكونوا من أهلها. وفي هذه الآيات إثبات حرمة مكة، وأنه لا يجوز فيها صيد ولا قطع لشجر، لقوله عند بيتك المحرم. وفي هذه الآيات من الفوائد الأمر بإقامة الصلاة والاستمرار عليها وبذل الأسباب المؤدية لذلك. وفي هذه الآيات أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما يوقعه الله من المحبة فيها أو من الكراهية والبغضاء إنما هي أمور جعلها الله عز وجل في القلوب. وفي هذه الآيات تعلق قلوب الخلق من أهل الإسلام بهذا البيت وبهذا الموطن الشريف، ونحن نجد أن من يفد إلى هذه المواطن أعداد وفيرة في مواسم كثيرة، وأن من يتمنى الوفود إليها ويعجز عن ذلك أضعاف من يفد إليها. وفي هذه الآيات من الفوائد تفضل الله عز وجل على أهل هذه البلاد بوفرة الخيرات وأنواع النعم وأصناف الثمرات، وهذا نجده كانوا في الزمان الماضي يزرع أهل المناطق المجاورة أنواع الثمار فيوردون أفضله وأحسنه وأجمله إلى هذه المواطن. وفي عصرنا الحاضر يسر الله عز وجل وسائل التنقل والأسفار، فأصبح الناس يفدون بما عندهم من الخيرات من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذه المواطن. وانظر إلى توفر أنواع السلع وأنواع الخيرات في هذه المواطن، وذلك من فضل الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن شكر الله تعالى على نعمه بالاعتراف أنها من عنده وبصرفها في مراضيه معنى أراده الشارع ورغب الناس فيه. وانظر لهذه السورة التي فيها قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، مع قوله هنا لعلهم يشكرون، مما يدلك على مكانة شكر الله على نعمه. وفي هذه الآيات سعة علم الله، فهو لا يخفى عليه شيء مما في النفوس ولا مما يظهره الناس ويعلنونه، مما يستدعي أن يراقب الإنسان ربه جل وعلا وأن يخاف منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد معرفة فضل الله على العبد بما رزقه من الولد، فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا، وتمام هذه النعمة أن يكون هؤلاء الأولاد صالحين قائمين بشرع الله بارين بآبائهم. وفي هذه الآيات أن تأخر النعمة على الإنسان لا يدل على نقصان مكانته ولا يدل على نزول مرتبته عند الله جل وعلا، فإن إبراهيم كان يدعو بالولد ويعد ذلك نعمة يرجو حصولها من الله عز وجل،
فتأخر إتيان الولد لحكمة يراها الله جل وعلا، فلم يكن من إبراهيم أن ييأس أو يقنط من رحمة الله جل وعلا به. وفي هذه الآيات أن الأولاد الصالحين استمرار لحياة والدهم، فإن هؤلاء الأولاد متى قام الوالد برعايتهم وتربيتهم فأصبحوا صالحين، فكل عمل صالح يؤدونه فإنه يكون في ميزان حسنات والدهم، لأنه السبب في إقدامهم على هذه الأفعال الصالحة بإذن الله تعالى. وفي هذه الآيات أن الأصل أن يجيب الله جل وعلا الدعوات التي توجه إليه، ولكنه في بعض المواطن قد لا يجيب العبد بما دعا به، لكنه يورثه خيرا مما دعا به. فإبراهيم دعا الله جل وعلا بالذرية فأجيبت دعوته، ولذا قال إن ربي لسميع الدعاء. وفي هذه الآيات أن إقامة الصلاة شعار لدين الإسلام، وأن استمرارها وبقاءها دليل على بقاء هذا الدين، وآخر ما يضيع الناس من دينهم الصلاة كما ورد في الخبر، مما يدل على الترغيب في إظهار شعيرة الصلاة وإبرازها. وفيه دلالة على استحباب جعل الأبناء يشاهدون أهل الإسلام يقيمون هذه الفريضة ليتعلموا منهم، ولتتعلق قلوب هؤلاء الناشئة بهذه الصلاة. وفي هذه الآيات بذل الإنسان للأسباب التي تؤدي إلى أن يقوم أبناؤه بأداء الصلوات والمحافظة عليها، من دعاء الله جل وعلا، ومن تذكير ذريته بالصلاة، ومن بذل الأسباب التي تجعلهم يستمرون على أدائها. وفي هذه الآيات حاجة كل واحد من العباد إلى أن يدعو الله بأن يتجاوز عن زلاته وأن يغفر ذنوبه وسيئاته. فإبراهيم وأبو الحنفاء يقول ربنا اغفر لي فكيف بغيره. وفي هذه الآيات أن عدم إجابة دعاء الإنسان لا يدل على نقصان مرتبته عند الله جل وعلا، فقد لا يجيب الله دعوة امرئ صالح لحكم يراها. ولذا لما دعا إبراهيم عليه السلام بأن يغفر لوالديه ولأبيه لم يستجب لدعوته، فلم يدل على نقصان رتبته. ومثله في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لعمه أبي طالب بالهداية فلم يستجب له، ونزل قوله إنك لا تهدي من أحببت. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يدعو الإنسان لعموم المؤمنين بأن يغفر لهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. وقد جاء في النصوص الترغيب في أن يدعو الإنسان لعباد الله جل وعلا، سواء من المعاصرين له أو السابقين، فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه عليهم السلام أنهم يدعون لعباد الله المؤمنين، ولذلك فإنه يحسن بالمؤمن أن يكثر من الدعاء لأهل الإيمان.
قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله فيكم ورزقكم الله اتباع نبيه إبراهيم في التوحيد لتكونوا حنفاء مخلصين، كما نسأله جل وعلا أن يجنبنا الشرك ووسائله وأساليبه وأنواعه وطرائقه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا مقيمين للصلاة مؤدين لها مع الجماعة في المساجد، ونسأله جل وعلا أن يبقي هذا الشعار شعار الصلاة في الأمة إلى قيام الساعة، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يتولى شؤونهم، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العاقبة الحميدة لنا ولأهل الإسلام. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم من أهل الهدى والتقى والسعادة والاستقامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.